داروا بحث كبير في امريكا عن طريق المنظمه الامريكيه للاطفال الاي بي اي، لقوا ان الاطفال اللي يرضعوا طبيعي هم اقل عرضه للويزز. شو معنى الويزز؟ اللي هو التزويه، بمعنى ان اللي يرضع طبيعي المضادات الموجوده عند الام تحارب الفيروسات هذه اللي تدير التهابات في القصبات الهوائيه اللي تدير التزويه، فالطفل يبدا اقل عرضه لالتهابات الاكيوت برونكلايتس، واللي هي اقل عرضه بعدين للحساسيه متاع الصدر. حتى لقوه ان الرضاعه الطبيعيه يقلل من التهابات المسالك اليو تي اي، ولقوه هذا بحث ثابت حاليا وبدا يمشوا فيه، حتى حاليا تحت البحث ان لقوه حتى الاورام زي اللوكيميا واللمفوما ان الطفل يرضع طبيعي اقل عرضه للاورام هي. الحاجة النقطة المهمة الثانية هي نفسية الطفل. الطفل اللي يرضع طبيعي هو أقرب حاجة لأمه، نفسيته أهدأ مستقر، يحس بعاطفة الأم. الأم تبدأ عندها علاقة أقوى لما ترضع طفلها طبيعي. نمو الأعصاب ونمو المخ، لقوا إن الدهون اللي موجودة في حليب الأم هي أكثر دهون مناسبة لنمو الأعصاب ونمو المخ وتطور المخ بشكل سريع. ولو أني هنقعد حلقات تتكلم على الرضاعة الطبيعية ومنافعها لطفلك مش هنخلص. لازم تحطي في بالك هذه الرسالة، المسج الثاني، يعني معقولة حليب صناعي هيكون أحسن من حليب ربي اللي صنعه؟ بالعقل، الحليب اللي عندك ملك الملوك صنعه. واضح. والصناعي احنا البشر اللي صانعينه، مين حيكون افيد؟ المنطق، من غير اي جدل ولا اي تفلسيف زايد. هذه صناعة الله عز وجل وهو حاسبها بطريقة. نقول لك حاجة تانية، في حليبك انت نسبة بروتين، فيه طبعا نوعين من البروتين، النوعين هو ربي دايرهم بنسب 60-40 باش يكون البروتين الواي موجود، هذا اسهل هضمة، اسهل امتصاص على الطفل. هذا ليش الطفل متاع الرضاعة الطبيعية يكون اقل غازات. يعني انتو هتلاحظوا في اول 6 شهور، بالذات في الاول 4 شهور بعد ولادة، ديما الاهل يشكولك شنو من الغازات والعيل يعيط وانه من رقدش ومتعبني. انت كانت تبي تنقصي الغازات عند العيل وتبي ترقدي وترتاحي رضعي طبيعي. هذه اول رسالة، مش تبي ترتاحي انت، مش تبي ترقدي في الليل، مش حتى راجلك يرقد حتى هو ما يهربش من داره، لا يسمع في العياط يهرب من دار، كنا دناج استاذ صلاح، لا بالضبط، باش ما يهربش جوزك من الدار وتقعد يساعدك مع ولدك، حالة رضعي طبيعي لأنه هو نسبة تكون الغازات حتكون أقل. الرسالة الثانية اللي بنوصلوها الدايجيشن الابزوربشن، الامتصاص بتاع الحليب البروتين، هذا يساعد الطفل اسرع، ما يتعباش، ما يبداش عنده تلبك معوي، ما يبداش عنده مشكله الغازات، الاضطرابات، هذا كله يبدا ينقص بشكل كبير بكل مقارنه بالطفل اللي يرضع صناعي. حتى الملاحظه الثانيه لقوا ان فرق المناعه كبير، يعني فرق المناعة بالطفل اللي يرضع طبيعي على الطفل يرضع صناعي كبير وكبير جدا. وحتى نسبة الإصابة يا ودي حتى لما ينصاب أو يجي بردة أقل حدتها من طفل اللي يرضع صناعي. خدوها، أنا تعرفين أنا دكتور اختصاصي العناية مركزة، يعني أصعب الحالات أنا نلاحظ فيها حتى في العناية مركزة. ولي معلوماتكم، واحدة من الطرق اللي نعالج فيها في العناية مركزة إني ناخد من حليب الأم. يعني أنا هنقولها لكم أنتوا، الطفل على العناية مركزة على جهاز التنفس الصناعي، نركب له طوب في خشمه، ما نعطيش حليب صناعي، ناخذ نطلب من الام انها تشفط الحليب من صدرها باش نعطيه للطفل باش يساعدني حليبها على الشفاء باذن الله للالتهابات الموجوده في طبيعه. شوفي حليبك انت قديش مهم، حتى لما طفلك يكون مريض او على جهاز التنفس الصناعي وبين حياه وموت، حليبك يلعب دور مهم. يعني شوفوا قوة المناعة اللي يعطيها، بالذات الخدج اللي هم جايين قبل 9 شهور، جسمهم غير متكامل، مناعتهم ضعيفة مش زي الأطفال التانين. هو أصلا لما يرضع طبيعي في مرض اسمه النك، يعني يحصل زي التهاب وغانغرينا عفاكم الله في الأمعاء، ما تحصلش لو الأم ترضع طبيعي. شوفوا سبحان الله، شوفوا أهمية الحليب في الفترات الأولى. السؤال اللي بعده، بقى أنا
هل الحليب بيأثر على طفلي؟ اه طبعا. طب وركزي على هنا، نبدو نخش في الكلام الاساسي اللي تاكليه انت حيوصل لولدك. عودها الجمله هي. اللي تاكليه انت حيوصل للحليب وحيوصل لطفلك، يعني طفلك ياكل معك. واضحه الجمله هذه؟ يعني انت اللي تاكليه في الرضاعه الطبيعيه حيوصل للطفل. طيب ديما الامهات عندهم السؤال من انا حليب شويه، طبعا هذه يا استاذ صلاح مكسرين دماغنا بها. الحليب شويه، الحليب ما يكفيش البيبي بتاعي، الحليب يخلي البيبي بتاعي يعيط ما يشبعش. ديما القصه هي هذا الكلام ما يحصلش الا في نسبه بسيطه من اقل من حتى من 5%. تمام، حليبك انت كافي لطفلك. طفلك لما يعيط، شوفوا القصة هي اللي لاحظتها عنده مات عيني، اخذكم من خبرة من الشكاوي اللي توصل من الامهات لي لما يجوا العيادة او في المستشفى، تقول لك انا حليبي ما يسدش، حليبي فاسد. ما فهمتاش كيف حليبي فاسد، ما فهمتاش تو اهلي تبي بحت بروح. تمام، لمعلوماتكم انا نقول لكم معلومة، حتى لما الام ترضع وتحمل تكمل حليبها ما توقفش. ايه هذا مهم، هتلاقي عند العزيزين الكبار لما الام ترضع وبعدين تحمل، وهي مثلا خلال ما ترضع طفلها، لا وقفي رضاعه، حليبك هذا مش كويس وحليبك فاسد. ما فيش كلام هو طبيا، اني زوجتي قعدت ترضع في بنتها قبل يوم من ولاده البنت الثانيه، في اكثر من هيك. فقصه الخرافه هي المث، ان لما الام ترضع وطفلها او يعني هي حامل ان هذا الحليب فاسد وبيأثر على طفلها يترضع فيه، انسوه ما فيش كلام هو علميا ما فيش. وخذ الكلام مني انا جربتها في ولادي، فالكلام هو ما فيش نهائيا. ما تحاولش توقف الرضاعه الطبيعيه، اهم حاجه هي الرضاعه الطبيعيه. بقى فالسؤال المعتاد هو يعيط لانه هو مشبعش من حليبي، انا حليبي ما يسدش، أنا ضعيفة، أنا سمينة، على معلوماتك وزنك مالهش علاقة بإنتاج الحليب. تبي تديري رجيم حتى أنت في وأنت تضعي ديري. بس طبعا ما يكونش رجيم قاسي. يعني يكون أقل حاجة الكالوريز اللي تاخذيها 1500 كالوري في اليوم. فأنت بمعنى ركزي، هذا مسج مهم للأمهات الرضع. وأنا عارف القصة هي قديش مأثرة بالذات في الجيل لجيت قبل احنا لما كنا رجاله ونسوي السمين هذا بكرشه يقول لك اوه هذا ولد عز. ولا يا استاذ صلاح تو الامور تغيرت. تمام، فايه بنوصله؟ وزنك انت ضعيف؟ لا انا والله ضعيف جسمي ما ينتج حليب. ما فيش كلام هون، ما لهاش علاقه بانتاج الحليب. انت تبي تديري دايت ودايت خفيف ديريه ودي حتى وانت ترضعي طبيعي. انا حنسكر لك كل الاسئله وكل الاعذار اللي انت هتقول اه الا انت تبي ترضعي صناعي بش الحكه غاليه بجوزك ما يتزوجش عليك، هذا موضوع ثاني.